دكتور خالد، ايه هي شروط ومواصفات ومقومات الفتوى السليمه؟ الفتوى هي عباره عن اجابه عن سؤال في حادثه حصلت، الانسان بيحصل له حاجات كتيره في حياته، فالحاجات الكتير اللي في حياته دي بيسأل عنها من منظور ديني، ففي حادثة نسميها في العلوم الشرعية الواقع أو الواقعة، وهذه الواقعة من الواقع، وبيجيني في دار الإفتاء في بيجيني علشان يسأل عن حكمها الشرعي. ببساطة شديدة هذا الذي يسأل لابد إن هو يبقى ملم بيعني إيه حكم شرعي؟ يعني إيه حكم شرعي دي بيفكوها بما يسمى العلوم الشرعية. فالعلوم الشرعية اللي هي بتتلقى في الكليات الشرعية المعروفة في الأزهر وكذا، دي العماد الأساس اللي لابد ان هو المفتي ده يتضلع به. طب هل في كل واحد تلقى العلوم الشرعية يصلح للإفتاء؟ صح. الإجابة لا. ليه؟ وصفات من يفتي بقى. ليه ما كلش كل من يتلقى العلوم الشرعية يصلح للإفتاء؟ مع على راسي كل مدرس، كل داعية، كل هل لأن هو الحكاية كمان فيها الطرف الآخر المهم اللي هو بنسميها الواقعة. لما بيسأل عن أمر بيتعلق مثلا بالبنوك، ما هو لازم اللي بيتسأل ده يبقى عارف يعني ايه بنوك، ويعني ايه نشأت ازاي وتفاصيل ده. هل دي اللي بيسموه علوم الواقع؟ علوم الواقع. الله ينور عليك. ده حاجة تانية لابد ان، طب ما هو عارف العلوم الشرعية وممكن يبقى عارف الواقع، بس اللي فيه جسر لابد ان هو يربط بين الواقع والواقع. لازم اللي بيفتي ويتصدر الافتة في الناس، وده نظام درجنا عليه في المؤسسات، انه ما يطلعش مره زيه زي الطبيب. الطبيب مش لما بيخلص الكليه يروح يعمل عمليات، ده لازم ياخد شويه سنوات خبره احتراف وتدريب تحت ايد خبير طبيب يدرب، وبعدين الخبير ده هو اللي يقول له ده كده انت تصلح. وبعد ما يصلح في حاجه تانية لابد ان هو تبقى فيه حاجه اسمها ارتباط باداب المهنه واخلاقيات المهنه. يبقى فيه ركن في الاول علمي بيتمثل في بالنسبه للمفتي في حاجه اسمها علوم الشريعه وعلوم الواقع. ثم فيه حاجه تانية تدريب، جزء تدريبي بيثبت اهليته لان هو يتولى هذا الامر المهني. وبعد كده في امر اخلاقي واداب بيرتبط بيها ان هو بيفتي بتناول عمليه الافتاء اللي هو مرتبط اخلاقيا، ومن ناحيه الاداب بما يتفق عليه في اداب المهنه. كل ده لابد يتوافر في المفتي. والحقيقه علشان المشاهد من اللي معانا يعني يقول طب انا يعني هعرف الكلام ده كله ازاي؟ هحكم على اللي بيقول لي ده انه عنده كل ده ازاي؟ ايه الكلام ده اشترطناه في المؤسسات، مؤسساتنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كلام كرمنا في هذا البلد الامين بمؤسسات عريقه اللي هي بقى رائده، دار الافتاء دار الافتاء والازهر والجهات المعنيه في الافتاء في وزاره الاوقاف، مؤسسات عريقه. ده مش مجرد كلام موجود في كتب، ده ممارسة يومية في هذه المؤسسات. فأنا بقول للمستفتي اطمئن جدا إذا توجهت إلى مؤسسة لها هذه العراقة وهذا التاريخ، لها هذه الآليات، لها هذه الخبرة الكبيرة. ده مدعاة للاطمئنان. الإنسان وبكل صراحة لما يسبح في بحر الآراء المختلفة وكل واحد لسانه ممكن يكون حلو، صح، عنده واحد مهارة يقنعني وواحد ما يقنعنيش، واحد تاني عنده مهارة في الكلام التاني، ما في عنده مهارة في البودي لانجويج أو في الاتصالات تنمية بشرية أو كده أو هكذا، وده يديني رأي وده يديني رأي. الحقيقة حين انت كده بتنزل نفسك في حيرة شديدة. أنا مشفق عليك ان من هذه صح. الحيره وليس الافتاء ليس مهاره كلاميه، وان كان طبعا لابد من التواصل، واحنا بندرب المفتين على المهارات التواصل الجيد، والافتاء ليس مهاره جسديه، يقدر الافتاء علم صح.
والعلم هذا يحصل عليه تدريب، والتدريب لابد أن يتخلق بأخلاق معينة. كل ده مراعى في المؤسسات المعتمدة، الأزهر، الإفتاء، الأوقاف.